أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالمنا مع طريقة ربحية جديدة. كي نقول لكم فيسبوك تقولوا لي يا أخي نجمو نربحو من الفيسبوك؟ إيوي توا وليتو تنجمو تربحو من الفيسبوك وبطريقة مباشرة زادة. ثم الطرق الغير مباشرة اللي معروفة برشا، إنك عندك شين يوتيوب تبرتاجي في الفيسبوك وبالتالي تربح، عندك سيت ويب بارتاجي لي زارتيكل في الفيسبوك وبالتالي تربح، وبرشا طرق اخرين. لكن في الفيديو هذا باش نحكيو على الطرق المباشره اللي نجمو نربحو منها من الفيسبوك بحد ذاته. تخلي اعلانات فيسبوك وتربح من الفيسبوك بحد ذاته. في الفيديو هذا باش نعرفو الطرق الممكنه كيفاش نجمو نربحو من الفيسبوك، لكن فصل صغير وانا راجعين. ورجعنا من جديد، وهذه المقالة فيها كل شيء تلقاوه أسفل الفيديو. الربح من فيسبوك بطريقة مباشرة. سنة 2014 مع إنشاء الشركة الإعلانية أوديونس نتورك، والشركة هذه تابعة لفيسبوك، يعني الفيسبوك عملت شركة إعلانية تجم تربح منها. شنية الطرق هذه؟ ثم برشا طرق، هما خمسة طرق. الربح من فيسبوك عبر الفيديوهات، عبر المقالات الفورية، عبر التطبيقات والألعاب الفورية، والبيع منتجات ماركت بليس. لكن كل هذا وباش تجم تربح من الفيسبوك يلزم يكون عندك صفحة على الفيسبوك. لكن قبل ما نبدأ في الشرح، الفيسبوك ما تدعمش الدول الكل للأسف. تونس ماهيش مدعوم ومش موجودة في القائمة هذه اللي تشوفوا فيها. برشا دول مدعومة، منهم السعودية والإمارات وبرشا دول أجنبية أخرى. القائمة هذه تتحين ويزيدوا فيها دول أخرى، إن شاء الله على قريب تونس تكون في القائمة هذه. يقول القائل علاش عملت الفيديو هذا؟ حبيت نوصل لكم المعلومة كونو نجمو نربحو من الفيسبوك. صحيح تونس ماهيش موجودة في القائمة هذه وبرشا دول مش موجودين، أما تجم تحضر الصفحة الرسمية متاعك على الفيسبوك باش تجم تربح منها في المستقبل. ننطلقوا في الطرق. والطريقة الأولى هي ربح من الفيديوهات. تضغط على الرابط الموجود في المقالة، تضغط على الكونيكسيون باش تجم تدخل الحساب الشخصي اللي فيه الصفحات متاعك في الفيسبوك. بعد تضغط على دوموند. كي تضغط على دوموند تهبط اللوطة تلقى كل الصفحات اللي انت عملها، الصفحات الخاصة بك، وتلقى الشروط المطلوبة باش تجم تقبلك الفيسبوك وتجم تربح من الفيديوهات متاعك. مع العلم انه الفيديوهات لازم تكون اكثر من 3 دقائق. اول شرط اللي هو 1000 اعجاب. ثاني شرط 15000 تفاعل في اقل من 60 يوم. ثالث شرط اللي هو 180 دقيقة في اقل من 60 يوم. ورابع شرط اللي هو 30 مشاهدة، كل مشاهدة فيها على أقل دقيقة واحدة، وزادة تكون مقبولة المحتوى من ناحية الشروط، من ناحية شروط الشركة. الشروط تلقاها في المقال. عندك صفحة مقبولة، أهبط اللوطة واكتب الاسم واللقب والبريد الإلكتروني وحط البلد، لكن حط البلدان المدعومة في القائمة المذكورة اللي قلنا حكينا عليها مساك شوي. عندي صاحبي من تونس وحتى فرنسا وتقبلت صفحته الصفحة متاعه ولا يجي يربح من الفيديوهات، وان شاء الله تتقبل الصفحات وتربحوا الفلوس. الطريقة الثانية اللي هي الربح من المقالات الفورية Instant Article. عندك موقع وتحب تربح منه من اعلانات الفيسبوك، هو تجم تعمل هكاك. تربط الموقع متاعك بالباج فيسبوك هذية وتتسجل في الليان هذية والسيت هذية وتضغطوا على سينياب وتتسجلوا وتتبعوا الموضوع وتلقاوا تفاصيل أكثر في المقال. الطريقة الثالثة واللي هي الربح من التطبيقات. هذا الرابط أو الموقع، عندك تطبيق وتحب تخلي فيه إعلانات الفيسبوك، اضغط على Start Now. عندك تطبيق تخلي فيه اعلانات وتولي تجم تربح من اعلان الفيسبوك.
والطريقة الرابعة هي الألعاب الفورية. مش معناتها الألعاب الفورية كنا لعبنا الألعاب اللي في الفيسبوك توا تجم تعمل لعبة صغيرة وتربح منها الفلوس. اضغط ديماري وانطلق. إذا تصنع لعبة لو تكون صغيرة وتجم تستخدم فيها تقنية الـ HTML5. والطريقة الخامسة والأخيرة اللي هي بيع المنتجات فيسبوك ماركت بليس. هذا الفيديو هو بداية وفتح الموضوع للناس اللي ما تعرفش المجال هذا الجديد اللي هو بدا جديد، وبرشا من الناس ما تعرفش كيفاش نجموا نربحوا من الفيسبوك. كما قلنا هذا بداية وانطلاقة، وان شاء الله نوصلوا في الموضوع هذا، وان شاء الله الفيسبوك تدعم الدول الكل. الى اللقاء ان شاء الله في حلقة جديدة من عالم امين وموضوع جديد. الى اللقاء.